السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أرسليو. احنا دلوقتي بنتكلم على برنامج ستريت سكيب، وهو بينظم أو بيعمل تصميم للشارع بتاعك. فأول حاجة لما بتيجي بتكتب اسم الشارع، ممكن مثلا نسميه خالد بن الوليد، هنكتب اسم الشارع هنا، وهتحدد بقى الأورينتيشن بتاعك بالشكل دوت، وهنا بكتب لك اتجاه الشرق ولا جنوب ولا زي ما أنت عايز. وهنا عندي الليفت سايد والريد سايد، كل واحد منهم تقدر تكتب اسم المبنى اللي موجود هنا عشان يظهر عندك، وليكن مثلا جدة، تمام. وده السيت باك بتاع المبنى، الارتفاع بتاع المبنى لو غيرته هيأثر في طبعا الاتجاه بتاع الشمس، الانترست ايه، اللون بتاع المبنى هيبقى ايه، تمام. الشيدنج بتاعه هيبقى بأي شكل. هنا تقسم الشارع بتاعك، هنا مثلا عندي مكان للمشاة، مكان للمشاة، ومكانين للسيارات رايح جاي، فانت تقدر تزود حاجة تانية زي ما انت عايز بالشكل دوت. وكل واحدة من دول تقدر تيجي هنا تحدد النوع، ده هيبقى خاص السيارات، خاص المشاة، العرض بتاعه هيبقى قد ايه، تمام. ده هنا بقى بتحدد بقى البوست هيبقى قد ايه، تقدر تعمل له قسم مثلا، الابيرنس بتاعه هيبقى عامل ازاي، الشيرنج بالشكل دوت. تقدر تحدد وتلون كل المسافات اللي انت عايزها، ممكن تزود حاجه، تلغي حاجه زي ما انت عايز، تعمل خط خاص بالباص مثلا بالشكل دوت. ممكن تقول له رن فتبدا العربيات تمشي بالشكل دوت وهكذا. ممكن تقدر تسيف المشروع دوت او تعمل له برنت،